هل يجوز بر الوالدين بعد وفاتهما وكيف؟ أرجو منكم الإفادة. نعم، بر الوالدين يكون بعد موتهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما، كل هذا من بر الوالدين بعد موتهما. بالنسبة يقول لقراءة القرآن على روحهما بعد الوفاة، ما حكم ذلك؟ يعني لو قرأ الإنسان القرآن بنية أن ثوابه لأبويه مثلا، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه يصل ثوابه إلى الوالدين، ومنهم من قال إنه لا يصل. وعلى كل حال فإننا نقول لهذا الأخ الذي يريد أن يقرأ القرآن لوالديه، نقول له ادعو الله لهما فإن ذلك أفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاؤك لوالديك أفضل وخير من كونك تقرأ القرآن لهما أو تصلي لهما أو تتصدق لهما، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام ذكر العمل للإنسان بعد موته. نعم.